تذكر لما اجى الحريري بلش يبكي على الهواء، ما بلش يبكي، ما ماتت فيه يبكي. هذا حرام صح، هلا عم حاول فتش اذا بتعرف شي حدا. عن جد عندي السي في تبعه. راح من ملياردير لمليونير، وقال علنا انه انا معتر. وفي هذا الشخص بالريجي فوت علي ايموشنال. انت هلا بليز فوت علي ايموشنال. فوت ايموشنال يلا دانا بهالمقطع بليز. ايه بليز دانا من ما فوت علي ايموشنال. اعطيني بليخ حمدي اذا بتريد. دانا الاديت تبعك بتعقد، بنحبك كثير دانا. جي لو تان دو ريفليشير سو لا كونديسيون هيومين. اماني امونز تنحش. Welcome to Serde. In real life, ladies and gentlemen, أول مرة، مش أول مرة منشوفك. لا نحن مش أول مرة منشوفك، بس أول مرة منعمل سردي، تاني مرة منعمل سردي، بس أول واحدة real life مش زوم، وكتير مبسوطين. Finally, it's always good to be back. It's always. ونحن بدوبي فيس تو فيس هيك غير موضوع. غير موضوع. نحب بعضنا وهيك نعبد بعضنا. والكواليتي الصوت أحسن. اي اكيد. هلا انا عندي صوت، عندي صوت كلثومي شوي. اصلا انت بتغني كثير منيح. مزبوط. اوكي. يعني نحن بنعرف وبنسمعك، ومش بس منيكي على السوشيال ميديا، بس انه في كمان، لا مزبوط، في كمان اغاني. صح. فنحن مبسوطين نشوفك قبل ما تفوتي على الحبس. حبيبتي انت عبالكم تجوا معي؟ لا بس رح نخلص ليكي من بعد هالسردي، لان تعرفي انت الاشاوس كتار. عرفتي وناطرينا نحن بالمرصاد وبدون يوقفوني، ونحن لكي بالمرصاد، فكنت ادهو عالكم صراحه، لانه انا هلا مثل ما بتعرفوا، ما بعرف اذا انتم بتعرفوا شو صار معي شيء جديد. ايه على فكره انتم كثير محظوظين باي ذا واي. ليه؟ عن جد، لانه باخر سردي كنت فيه انا وياكم كنتوا كمان محظوظين. ايه كانت بنوفمبر 2020. ايوه وقتها بعتوا ايميل التيار الارانب على شغلي لحتى يوقفوني. ايه كمان اليوم، ايه امبارح فريش اجت، وحياتك فريش مثل سوق الخضره. فريش كمان عملوا علي اخبار. شو صار بالضبط؟ ما بعرف شو يعني اخبار، يعني رفعوا دعوة عليك؟ ما اخبروا العالم بوجودي الجماعة كيف ما بيعرفوك. اخبروا السلطة انه انا مخلوق ما بحبز وجوده بالمجتمع اللبناني، لانه انا عم هين وعم حكر بمقام رئيس الجمهورية المبجل. هو جون بيير سماحة اسمه، هيك جون بول سماحة، اللي بياكل بوزة وبياكل كمان بياكل خيار وبياكل حسب هو شو بحب ياكل ياكل. يعني بالنهاية أنا ما فيني كمان إجي أرجي أخبرك إنه شو فيك تاكل شو فيك ما فيك. أكيد مش محلك يعني. مسيو مابولي هذا الأساس بحب بده يوقفني أنا عن شو بحكي. فأنا صراحة من خلال شاشتكم ومن خلال سردي بدي أقول له لمسيو عن جد إنه خلص أنا رح وقف ورح بطل أحكي. وعن جد خفت، عن جد انهرت وخفت، وصار معي كتير حالات لدرجة انه مرعوشة. اذا ملاحظين انه انا مرعوشة طبعا. ايه مرعوبة. وراح بطل احكي عن ابو طمزي. خلص you're welcome. وحيا لحدا اصلا. ايه لا لا تحديدا عن ابو طمزي. ايه عن جد. بس هني شو يعني، هو الزلمة ما خصوا منه بالسلطة. هني عونية. هني عونية. هو شوف هو المرض العوني unfortunately، وبتحية لكل الناس اللي عن جد عم بيواجهوا مرض الكانسر واللي عن جد عم بيعانوا من هذا المرض، بس الحمد لله انه هذا المرض العوني unfortunately ما له علاج. ما بعرف لا مرض العوني او مرض الزعامه اللي يعني بيلحقوا الشخص. لا لا بدي وضح، معلش اذا فيني غلطك بشغلي، في مرض عوني وفي مرض الزعامه. اوكي. لا لا ليك هول الشغلتين مختلفين يعني. ديفينتلي دفنتلي. مرض العوني هو وقت، لا خليني بلش بمرض الزعامة. مرض الزعامة هو وقت أنت تكون ميت على زعيم موجود، يعني بالحياة الطبيعية عايش، عنده روح، بيحكي، يتكلم، يمشي بين بين الصفوف. أما المرض العوني هن عم يحكوا عن شخص متوفي، وأنا ما حكيت شيء. هو قال عن حاله أنه الزلمة بال2012 خلص عهده، فهو متوفى من 9 سنين. اي قال بهيدي مقابلة الجزيرة. صح؟ نعم. فهو الله يرحمه ويرحم الجميع، متوفى صار له 9 سنين، ونحن هلا عم نحكي مع مومياء. أوكي. وانا بطالب السلطات المصرية بالجهود هذه اللي عم يعملوها لينقلوا المومياء من كل العالم ويجيبون على مصر، اذا في مجال
يعني يبادروا من عنا، لانه احنا ابيرنتلي عندنا مومياء ناقصه، هذه الناقصه هي موجوده عنا. طيب بس مرض الزعامه اوكي، مرض الزعامه هل هو بس بيختلف عن مرض العوني بس لانه في شخص اسمه ميشيل عون؟ ايه اي نعم، مرض الزعامه خلص عوني الله يشفيك، عوني الله يشفيك عن جد unfortunately، وما في علاج، لا في أبر ولا في حبوب، حتى اذا بتروح على تركيا ما بتلاقي له دواء خيي. بس هلا حيلا واحد في يقدم شو اسمه، شو اسمه الpaper work، خبر اخبار، اخبار اي حدا بده يعني، حتى هن اي حدا بيقدم اخبار يعني عادي يعني. أوكي. هذا الاخبار شوف كيف انت مثلا شو البروسيس بالضبط للاشخاص اللي بتعرف، شو البروسيس، بتروح انت على عند عمه تبع الاخبار بتقول له انا بدي اقدم اخبار بهالمخلوقه، اوكي بقول لك روح ب 3000 اشتري لي طوابع، انت معك بجيبتك 3000 يعني، معك مثلا 6500 ليرة نقل مصمدون حطهم بالاجي هيك هيك ما عم تستعملون، انه بدك تستعملهم ما حطهم بالبنك استعملهم لانه قرطوا، لو كان بالبنك كانوا راحوا عرفتي ايه، او كان اخذهم تبع الكهرباء مش يجيب لك اللمبه، فانت بتروح معك هدول ال 6500 بيعملوا لك 3000 بتجيب 3 طوابع. هلا الزلمه تبع الاخبار اوكي ريقه طويل بيبزق وبيلزق على الخبر هذا وبيبعتوا لك ايه، وبتحطوا شو بتعمل انت بعدين، بتحطوا على السوشيال ميديا. بس هو حطوا على السوشيال ميديا وشو ايه قال بعدين؟ ايه قال انه هو بده يوقفني انا بالمرصاد، انعني انا خديني انا عني. ايه بس هيدا اول مره بتصير ولا هلا صايره قبل بس اول مره بتصير عن جد علني، وحسستني بالخوف وبالرعشه. انا اذا ملاحظ من اول ما فت من الباب انا هيك عم مرعوش. سؤال، نزل على لبنان بس كرمال هالقضيه؟ لا لا حتنزل على لبنان ولا لا؟ انا بنعرف انه انت عم تعملي الماسترز بروجرام. مزبوط بروما رايت دبل ماسترز بروجرام، دبل ماسترز ان شاء الله كمان تعمل ما حيفهموا فيه، ما بدك تفسرش يعني. هلا ماسترز ما فوتش يعني، ماسترز للعونيه صعب مش ضروري ايه، وبي اتش دي كمان صعب لانه انا عم بشتغل على الدكتوراه تبعي مش على الماسترز، فصعب. هلا بلا نفوت لانه هذه بدها سردي لحالها، نفسر لهم شو يعني ماسترز شو يعني دكتوراه. خلينا نفوت هلا بالتفاصيل اللي احنا عم بتصير معنا، انا بفضل كرمالكم يعني كرمال الوقت. اوكي سو من سنه لهلا اوكي شو انت بتعتقد تغير يعني؟ اكيد في العونيه بعضهم عم بيتهجموا عليك every time، بيغيروا الادوات تبعهم كرمال يقدروا يتهجموا عليك، بس انت شخصيا و يعني على صعيد لبنان do you think في شيء تغير، في شيء ما تغير؟ اكيد في كتير اشياء تغيرت يعني شو بدي اقول لك، البلد كله تغير. شو عم ايه رجعنا سويسرا الشرق ايه؟ لا بعد ما رجعنا، هو قبل ما يخلص عهده وعدك ايه يعني بنوفمبر بعد في شغل لازم نعمل يعني، بعد في كتير ايه. عندك مثلا اعداد الوفيات بالعالم زادت، مش بالعالم بلبنان تحديدا، اعداد الوفيات على باب المستشفيات زادت، اعداد تغيرت، الفقر والذل والتعتير زاد بالبلد. طب هيدا عدد تغير، الناس يلي فاقت من حب الزعيم وحب التيارات تغير. هبل وعونية الوحيد اللي ما تغير على فكرة بس مشان نوضح، ولكن هدول الناس الفقر الكرامة الناس اللي عم تموت هذا تغير، هذا تغير. ولكن اللمبة إذا بدك الضوء والنور اللي تغير، بيقول لك يمكن الناس اللي فائد إنه لا عن جد نحن بدنا التغيير هو اللي تغير. هو اللي بيكونوا محزبين عادة ولا بيكونوا بكي مش منخرطين كتير بالسياسة وهلأ لقوا إنه في مجال يفوتوا بهذا الجو وبكي صوتوا؟ ليك اتنين سوا، حتى للناس اللي محزبة يلي هلأ طلعت من أحزابهم اكتشفت إنه لا شو عم بيصير فينا، يمكن هن طلعوا لبرا تزوجوا جابوا أولاد اكتشفوا إنه لا احنا انا ما في يعيش ابني بهذا المجتمع، ما في خبره على ابني عن تراث فيروز ووديع الصافي وصباح، ونحن عم نشوف هذا الدم وهذا الهدر وهذه السرقه وهذه الحياه بهذا البلد، فلا تغيروا. حتى الخطابات اللي بتطلع بتسمعها بالتلفزيون يعني، الناس اللي كانت تطلع تسمع تخطب بالتلفزيون وتلاقي فجاه المحطات كلياتها حتطلع خطابه او خطابه او whatever خطاب خطابه تغيروا لانه خلص. قصدك انه الشعبيه قلت؟ اي طبعا، بس بترجع بتشوف كمان والانتماء لشخص قل، بلشت الناس شوي اذا بدك تحس بانتماء لوطن مش لشخص. بس بس في عالم بتقلك انه لا بالعكس، لانه زلمه صار
فقير أكتر أو صار مستعد لشخص يهتم فيه أو يرجع يرجع لمواطن لدرجة أولى. بالعكس هذا الانتماء صار أقوى من وراء الحاجة مش من وراء شيء عقيدة معينة. أنت عم تحكيني على عقيدة سياسة التجويع. سياسة التجويع هيدي بطلت موجودة لنسبة كبير من الشعب، لأنه الشعب فاق، الشعب تعلم، الشعب تسقف، الشعب فهم أنه هيدي سياسة التجويع صارت عليه بس ما فيها تجي على أولاده. بالنهاية أنت مين عندك وقت أنت تبني حياة؟ لمين تبني حياتك؟ لأولادك، مش هيك؟ طيب وقت تشوف أنت أولادك عم يتعذبوا بالذل والقهر اللي أنت عشته ما بدك تعيشهم فيه. سياسة التجويع هذه بيعتمدوها، وهذه كانت بمكافيلي of course the prince يلي كانت موجودة، إنه أنت جوع ما أكيد مش همشبه أنا الإنسان بالحيوان، ولكن عندهم هذا التشبيه اللي هو جوع كلبك كبله عدمي بيضله بيلحقك. هل يا ترى هذه السياسة اختفت؟ لا ما اختفت. هل يا ترى قلت عنا بلبنان؟ دفنت لي قلت. بس هل يا ترى أنت فيك تنتقد الشخص اللي بعده بده ياخد الهاند اوت من الزعيم كرمال يقدر يطعمي ولاده؟ ليك ما هي هاي هي بتجي عندك بالانس، انه ما فيك تنتقده بمحل لانه هو عايش ببيئة معينة وما عنده الا هذا الشيء مأمن له، وبنفس الوقت فيك تقول انه يا حبيبي انت مش طالع لبرا لتقدر تشوف، يا اما بدك تنتفض على هيدول الناس لتقدر تعيش برا، يا اما بدك تدلك انت بالقوقعة تبعيتك وما ما 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 فيك تطلع لبرا. يعني انا في كتير ناس منتمين لاحزاب معينة بيبقوا بهيدي البيئة بس ما فيهم يطلعوا براتها، ما فيهم يطلعوا براتها شارع، ما فيهم يحكوا عنا. لا طب انت راضي بهذا الوضع؟ في ناس بيقولوا لك خيي نحن راضيين باللي عنا، هدول 200 دولار اللي بيجونا نحن من هالحزب الفلاني ولا من هالتيار الفلاني، عنا هالسوبر ماركت الخاصة فينا اللي بعدها بتحاسب على 1500 ليرة، خلينا نحن ومبسوطين. هدول الله يوفقهم، بس شو هي هيدي الشريحة اللي هلأ صارت بهذا المجتمع؟ طب انه اذا انت بدك تفكر بمجتمع كامل، اذا انت عندك الفكر لحتى تقدر تساعد مثل ما بيقولوا اخيك ولا جارك السابع جار، عرفت اللي بيقولوا عنه، ما فيك تفكر بهذه الطريقه. وهذه الطريقه كتير خفت، لانه الناس عم تكتشف انه يمكن اذا انا هلا بتيجي بتعطيني 200 دولار، هذه ال 200 دولار انا اذا بدي اجيب فيها ولا تاني ما حتكفيني، وانت رح ترفض انك تعطيني اكثر. طب اذا رفضت هذا الشيء فاين، شو هن الاداه اللي انت فيك تستعمليهم كرمال تقدري طلع حالك من هذا الخرا، ونطلع كلنا بعضنا من هذا الخرا، اللي هو تصويت right؟ انتخابات. دفنتلي الانتخابات لك هي الانتخابات. هلا في كتير ناس بيجي بيقولوا لك، وانا معهم مش انه ضدهم، يعني انه شو بدها تغير وما شو بدها تغير، وهذا الشيء نحن كلنا بنسمعه. بس هذا كتير سهله ما تقول هذا الشيء. طبيعي. ليه؟ لانك تعودت، نحن تعودنا كلبنانية صرنا 30 واكثر من 30 سنه على نفس الوجوه وعلى نفس خزانه الصرامه. بيتغير نوع الصباط بس بيضلوا هو إن هي صباط. شي بشريطة، شي بلزاق، شي كذا. عنا عالم أقدم من استقلال لبنان مثل ما بيهبري ومش العون يعني. طب طبيعي هدول. لا إذا بتريد مخضرمين ما تحكي لي عنهم، إذا بتريد تحترم حالك ما معروف ما تقرب تجي راسك. إذا بتريد ترجع لبنان بدك ترجع لبنان. أنا عايشة هون وعايشة برا، وين بدك ترجع أنت؟ أنا رح أرجع لبنان. فبغض النظر، إذا بدك تغير بدك أنت تشتغل لتغيير. هيدي الكلمة تبعيت إنه أنا شو فيني أعمل وصوتي شو فيني. طب إذا كل واحد بيقول صوتي شو فيه يعمل وصوتي شو فيه يعمل، ما في شيء رح يغير. أوكي ما عندك أمل، إذا ما عندك أمل بتنسى شيء اسمه لبنان، ما بتفكر فيه وما بتسأل عنه. بس طالما عم تسأل عنه شو فيني أعمل، يعني أنت عندك أمل. هيدي نقطة نمبر 1. أول نقطة نحن خطيناها وقطعناها هي نقطة التسجيل بالانتخابات. صح. بيجيك واحد بيقول لك ايه بس ما نحن اعدادنا بالملايين مرة. لا يا حبيبي، فكر بالانتخابات الماضية اللي كان عددنا المغتربين يلي كان عددهم تقريبا 80,000 بوقتها. ايه وصوتوا بس 45,000. ثانك يو. نحن هلا قد ايه تقريبا 250,000 تسجلوا. طيب هيدي اول خطوة نحن عملناها. بتجي على الخطوة الثانية. اكبر غلط بالحياة او اكبر غلط باي شيء ممكن تعمله وقت يجي واحد يقول لك طيب اوكي انا هلا تسجلت، مين بدي صوت؟ لمين بدي صوت؟ لا مش انا اللي بقول لك لمين بدك تصوت. مين انت يعني؟ مش معين ومش ميديا ومش اي حدا بيقول لك لمين بدك تصوت. انت كبني ادم عندك فكر وعندك العقل، انت بتختار بتعمل ريسيرش تبعك اذا عن جد بدك تغيير. انت بتختار وبتعمل ريسيرش تبعك بمنطقتك، لانه احنا محدودين بكل منطقه واحد بدي يصوت لمنطقته. صح. بتعمل هذا الريسيرش تبعك، تاخد 5 دقائق من وقتك بهالنهار بتفوت بتعمل ريسيرش بروبرلي عنه. انت بتقرر مين بصوت، ما حدا بيقرر عنك. او بتسالي كمين مين حواليك يعني من دفنت خيك لاهلك. سو يو دو يور اون ريسيرش، ما تيجي تسالني لالي، لانه انا حتى لو كنت انا شخصيه وانا هيدي الشهره ما بتعني لي اخر همي. انه يي مشهور
أنا هيدي بعتمدها بس كوسيلة لمساعدة الناس. يعني بيجي واحد بيقول لي إيه ما أنت كنت كل شيء عم تعمليه للشهرة، أنت فهمان كتير الموضوع غلط، أنا الشهرة ما جابت لي شيء إلا وجع الرأس. ولكن بالمقابل هيدي الشهرة وهذا البلاتفورم إن كان على السوشيال ميديا أو فيسبوك أو إنستغرام خلوني ساعد ناس كتر خير الله تيقدروا يعملوا عمليات أو تيقدروا يجيبوا دواء بالوقت اللي الوزارة عنا النايم الغفيان الزبالة مش عم تقدر تأمنهم. خف بخليها ولا بطفيها؟ لا أكيد بخليها، حتى لو بدي أكل مسبات، حتى لو بدي أكل بهادل، طالما أنا ضميري عم نام على المخدة ضميري مرتاح. بينما وزير الصحة مين ما كان يكون، اللي قبل ولا اللي هلأ، عم بنام عم خدته والناس عم تسبه، أنا بكون بألف خير. تذكر وقتها كانوا الفيدز تبعوا الانستغرام على السوشيال ميديا للدنيا كلهم، في حدا يجيب لي دواء، في حدا يجيب لي هذا، في حدا يعمل لي هيك، بعضهم ونعبي نحن ولا يزالوا مش بس نعبي لحظة شوي، في كتير ناس إن كانوا بالكويت إن كانوا بقطر إن كانوا بدبي إن كانوا بالسعودية كانوا عم فعلا عم بأمنوا كونتينرز من الأدوية، وأنا مسؤولة عن اللي أنا بحكيه غير السعيد الشخصي. تاكي بس ليه عم تحكوا بالماضي؟ لا أنا خبرك شو صار. أنا شاري هلا 3 علب حليب لابن رفيقتي يلي بطل فيه حليب لبنان، مش وقفت على الحليب، وقفت على الحليب والحفاض وجبت بنادول. تخيل بنادول هلا يعني. انت على صعيد شخصي بس وقت انت تيجي تعملي كامبين بدك تنزلي على لبنان وتيجي الوزارة او الدولة بلبنان يمنعك تفوتي هدول الامور على المرفأ، هذا موضوع صار وعم بيصير. اي صايرة فيه في ناس من وراه وقفت لانه على المرفأ، وأنا مسؤولة عن حديثي وعندي أشخاص اللي بتشهد على هذا الشيء، مش إنه عم بحكي شيء من العمى. وقفون على المرفأ ما بدون يفوتون، وما في سبب، ما في سبب، بس عم بيعرق له الأمور أصلاً يعني. عم في ناس بتقلك أنا منو جاييني من وراها شيء مصاري مادي، ناس بيقولوا لك نحن هيك بدنا نوقف لحتى ما نخلي الناس من برا تساعد. في كمية حقد وزل على اللبنانيين بين بعض، and that's a problem. نحن unfortunately أنا ما بفهم أكيد ولكل قاعدة شواذ، بس نحن unfortunately فعلا نحن شعب ما بيحب بعضه. You think so؟ Of course. أكيد. لألك ليه؟ لا عم تقولوا هيك. لا ها. في ناس مش كل. ما بعد نعملك ولكل قاعدة شواذ. ليه بس؟ في ناس بيحبوا بعضهم بس نحن إنه عادة إذا بتسأل الحكي كل واحد بيكره التاني. ما بتعتقد انه هيدي لانه العالم فرستريتد وعم تجرب تفشخلها بشخص تاني وبتبلش تنتقد العالم اللي عم يشتغلوا كان جي اويات ومدعومين من السفارات والى اخره، لانه it makes them feel better انه ليك هولي they're not genuine عم بيكذبوا. شوف فيك تعطي كل الصفات لكل العالم اوكي، بس انا حاعطيك اكزامبل كتير بسيط واكزامبل كلنا عشناه، مش بس نحن بلبنان عشناه، اكزامبل عاشوا كل العالم معنا مش بس الدول العربيه، اللي هو انفجار المرفأ يلي هيدا الموضوع مش انه والله ايه خلص مضى صار عليه سنة انه مننساه، لا ما مننساه. هيدا موضوع المرفق هو موضوع اساسي بخبرك قدين الناس مش عم تعمل. نحنا بدي انطر انا 4 آب لأعمل ذكرى؟ بدي انطر انا 4 آب لجمع الناس بالبساط حتى انزل اعمل ذكرى ربع ساعة ولا ساعة انزل اتظاهر وارجع عبيتي؟ لا بس كمان هول الاشخاص امونز يعني انقمعوا اكلوا رصاص حي يعني راحت في شيء اسمه فتيق يعني العالم حتتعب طبيعي. وما حتنزل كل يوم والمعيار الوحيد مش العالم تنزل على ما هيدا اللي عم قلك اياه. هدول العالم يلي صار معها هيك يقست وشو عملت؟ اللي قدر يسافر سافر، مين باقي هلا بلبنان يلي ما بيقدر يفر؟ شريحتين يلي ما بيقدر اكشن ثلاثه كمان يلي عم بيحاول يفل مزبوط. وناطر يلي ما بيقدر يفل وعم بيحاول يفتش على أي طريقة تيقدر يربي عائلته وولاده يلي ما عم يقدر يجيب لهم لا حليب ولا خبز. وثالث شريحة يلي هي أوسخ شريحة خلقت بالبشرية هي يلي مستفيدة من هدول الزعماء. هدول هن الباقي، مين الباقي؟ بس مين الأكترية؟ ما فيك تحددها. صار في سيرفي عندك 67% من اللبنانية بدهم يفلوا من لبنان، 67%. تخيل الرقم ما نطق شو 67% يعني خلق لبنان فضي. بس ترجع بتقول انت طب انا فيني اترك لبنان للعالم يعني؟ انا مثلا بيقولوا لي اماني انت عايشه برا وعايشه بدبي وطلعتي على ايطاليا وعايشه شو بدك؟ كيف يعني شو بدك؟
كيف يعني شو بدك؟ أنا بطلع بفش خلقي عم فش خلق العالم. هلأ في ناس بتحبني في ناس ما تحبني عادي، مش كتير فرقاني معي، مش كتير مأثر على حياتي، بس إنه أنا I will never stop what I'm gonna do. مسيو جون باول سماحة I will never stop what I'm gonna do لحديت ما أنتوا كلياتكم تفلوا من هالمنظومة، من هالمنظومة الزبالة اللي أنتوا حاكميننا. يا أخي كفاها الله وحياة الله كفاها. وصلنا لمرحلة نحنا من زمان كنا نحمل باسبور، نعرفت هيدي الأرز الذهبية اللي موجودة على الباسبور تلمع وكذا. حتى هلأ الأرز بتلاقيها ممحية على الباسبور، ما لك عين تحمليها. طب شو بعد بدك تعمل؟ إذا عندك باسبور لأنه مش عم بيعملوا مش عم بيعطوا باسبورات هلا. بعدين نحن أساسا بباسبور معلش، وين فيك تسافري؟ في بلد واحد فيك تسافري له بهالباسبور، بدك تركبي له حصان وتدقي له لزين القتات يرجع يجي يجيب لك باراشوت ويطلعك على الباخرة وينزلك بالفيل وتنزلي بالنهر وتوصلي على جزيرة. شو هن الدول اللي نحن بنقدر نوصل لهم؟ إيه صح، ومش بس الباسبور هو كمان اللي عنده مشكلة، القصص اللي نحنا منصدرها كمان عم بيمنعوا لأنه عم بيلاقوا كبتاجون فيون وعم بيلاقوا قصص فيون. إذا بتريد احترم حالك الكبتاجون ما تحكي عنه. ما فيك. أنت عم تفوت عم تحاول تفوتني بمتاهات. أعطيني دليل. أعطيني دليل. ما بتحب الرمان؟ بس شو؟ أعطيني دليل إنه نحنا منهرب كبتاجون. وبعدين بيجيك واحد مثل جورج قرديحة كمان بيوسخ الأمور وبيعرق يعني. هذا موضوع عن جد أنا هالبني آدم. شوف هيدا أكبر دليل إنه الإنسان ممكن يكون شاطر بشغلته بس يا خي ما خصه بالسياسة. هو رجل إعلامي، رجل إعلامي، رجل مسقف، وفعلا هو رجل محبوب. مسقف محبوب مش محبوب اتسبتو يو، ولكن فعليا رجل مسقف، رجل فهمان، رجل بيقرأ، رجل he's educated person he's a knowledgeable human being. لا إذا بتسمع كذا سؤال والجواب طبعا ما سيارة بالحل مليون عم قلت لك رجل يعني. مسقف بكل شيء فعليا. شو؟ لا إنه رح يتسقف لأنه بيسمع الأجوبة تبع ما سيارة بالحل مليون رح يتسقف exactly 100% بس ببيل يعني exactly عن جد زلم وحيط الله بيتسقف من وراه شيلك عن هيك. هلا بدك تتصل بصديق بدك تتصل بصديق بس لا فعليا الرجل عن جد فعلا مسقف. شو عملت مسيرتك المهنية هيدي؟ شو عملت فيها؟ حطيتها تحت التراب. أنا شفته لجورج رداحي نهار بالمول بدبي شخص تخينة من قبل ما يتسلم المنصب العظيم، شخص طبيعي عادي حامل شنته وماشي وعادي. لشو صار معك؟ أنت كنت عايش ببلد بيحترمك وبيحترمنا، ما حدا يجي يقول لي عم تبيض وجه. إذا أنا بدي أقوله عم بيض وجه، إيه بدي بيض وجه مع بلد يلي احترمني واحترم الناس اللي مثلي، مع بلد أنا بشتغل فيه على اللي بقبض اللي عم بشتغله. خي أنتوا بتشتغلوا بلدان ما بتقبضوا، بلس ما عجبك هذا البلد ما تقبض منه، ما عجبك هذا البلد ما عجبتك هذه الشركة خي ما تقبض منها. أنت إنسان الحمد لله مكتفي ذاتيا وعندك 300 مليون أراضي بباريس، عشو قاعد هون؟ في شيء بيجي بيقول لك انه هيدا الخطاب يلي هو حكاه قبل ما يتسلم منصبه. يا جماعه الخير ببرنامج اسمه برلمان الشعب اكزاكتلي exactly. يا جماعه الخير فكروا ابعد من هيك. الموضوع مش موضوع التوقيت، الموضوع موضوع فكر. اذا هيدا هو فكره لجورج رداحي يعني في مشكله. ليه بعده عم بيقبض من الشخص اللي عم ينتقد؟ قبل بثلاث ايام من ما يتسلم منصبه كان بعده عم يقبض معاشه. اذا هيدا هو موضوع فكره يا خي دولة بحق لها تعمل اللي بدها. يا خي انا هيدا الشخص ما بدي اياه بحياتي. بس في عنا بتقلك انه الزلمه حر يعبر عن رايه ويعبر عن كذا. حر تعبر عن رايك اول شيء، قلت الزباله اللي عندك بالبلد بعدين تحكي عن بلد غيرك. خيي انت عايش عم تشتغل بشركه عم تقبض منها مأمنت لك كل شيء، سياسه الشركه ما بتفيدك لانه ما بتعجبك. فل نوي فل خي قدم استقالتك وفل، بس ما فيك تقعد بحضننا وتنتف بدقنا يعني مش منطق. بعدين ما فيك انت بنهار اللي كانوا عم بتسلم فيه الجوائز ما خليت كلمة يخي على السعودية ما شاء الله والله أكبر وهيدا البلد وهيدا اللي ما بعرف شو. وهلأ رجع عالم مش من زمان. ما فيك مش لأنه يخي في شيء اسمه مبدأ. انت يعني تبينت انه انت ما عندك مبدأ. انا وين ما تكون يعني وين ما تكون بأي بلد بالعالم، انا كاماني انا جاي عم بشتغل بالامارات let's say. بدي احترمها لانه الامارات عم تحترمني. انت شو خصك بسياستها؟
بخي شو خصك انت شو لك بسياستها؟ سو انت عم تقول انه لازم يهتم بسياسة لبنان قبل ما يدخل؟ يا خي ايه طبيعي، اذا انت اعلامي وانت وجه معروف صح ولا لا؟ اذا انت بدك تغير من وين بتبلش تغير؟ بس اماني كمان في عالم بتقول انه هول البلدان كمان تدخلوا بسياسة لبنان فحقهم ينتقدوا هول البلدان. مين اللي سمح لهم يتدخل؟ مين خليهم؟ مين اللي سمح لهم يتدخل؟ شخص مثل جورج قداحي وغيره. بعدين في فرق بين انك تتدخل بلبنان وتعطيه مصاري وتعمل شيء وترد لهم، في فرق بين انك تعطيهم مصاري وتقرطهم. ما في ريتيرن اون انفستمنت يعني. يا اخي ما في ارواي. تهلدين الجماعه. نعطيكم 80 مليار مدري قد ايه للكهرباء لعم الكهرباء قاعدين على الشمع. بس ما خلوه، حرام. حرام، هم خلوه كذب على بعض ما خلوه. هل شو حيصير بجورج قداحي حولك؟ رح يبقى بلبنان يعني؟ لمين بده يشغله لجورج قداحي؟ مين يعني شو عمل بحاله؟ لا، والمشكله وين؟ استقوى برفقائه بالبرلمان انه هن رجال والرجال قليل، ونحن معروف عنا بالبرلمان كلياتهم صاحب صاحبه يعني. بس اللي بيضحك انه نطروا لماكرون يجي يقول لهم شو لازم يعملوا كرمال يقدر يقدم استقالته بعد ما انتكخت. انت فكر الشغله بتبسطني انه ماكرون بالنهاية عم يعمل مصلحته، ماكرون عم يعمل مصلحته ومصلحه بلده. مفكر هذه الشغله بتبسطني انه والله اجا ايه واحد وطرقوا السحسوح. طب ليه بدك هذه الشغله انت؟ بهدل. ليه بدك اياها؟ بهدل. بس ما هن سامحين لهم لهدول القصص ليه؟ لانه عارفين نحن بين بعض متخبطين ببعض ونحن ما عندنا ثقه ببعض. بس ما بعتقد ما عندنا ثقه ببعض، بعتقد انه ما بقى فينا نوثق بحالتين غير حالنا، لانه عملنا انا وانت وميديا. ايه لا بس وثقنا كمان بالمؤسسات وثقنا بالبنوك ولك شو صار فينا. فهلا اتس ا دوغ ايت دوغ. لا ما قال لك، ما قال لك ابو ليره، قال لك سالته المخلوقه وين المصاري؟ قال بالبنك. ايه وين بدهم يروحوا؟ زلمه مختل. شو معقول؟ مورال اوف ذا ستوري هي شو؟ اعطوا لبنان فرصه. ايه ما انتم ما عم تعطوا فرصه كمان عن جد. انتم على فكره انتم كمان بسردي عن جد ارحمونا. ايه ايه سوري. ايه مشان هيك رح نوقف. اتس عن جد اتس تو ماتش. للاشخاص اللي بركي ما عم تعرف عن شو عم نحكي، عم نحكي عن الفيديو الشهير تبع النهار، شهير اكيد لاسباب سلبيه، انه اعطوا لبنان فرصه، جابوا عده اشخاص اعلاميين فنانين يحكوا. انفهم هيدا الفيديو بالغلط، نفهم هيدا الفيديو. مش عارفين نحن لمين بدنا نعطي فرصه. بس لكن كانوا لمين كانوا موجهين هيدا الفيديو؟ انا 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 وقت حضرته، ومع انه في كتير ناس اشخاص واصحابي يعني بحبهم، انا كمان بدي اعطي حالي فرصه انه مين نحن اللي يعني مين اللي بده يعطي فرصه لمين. ما كان واضح انه هل يا ترى الشعب بده يعطي فرصه للدوله، ولا الدوله اللي بدها تعطي فرصه للشعب؟ او نقول لنا بيهبر بليز اعطينا كم يوم ايه كرمال قدر نتيح. حتى اذا كان هيدا الاعلان موجه للدوله، شو يعني اعطوهم فرصه؟ يعني خدوا تايم اوت هلا وبعدين كفوا كفوا بالنهب بالزباله اللي انتم فيها. ايه انا ما فهمت للفيديو، ما كان يعني كانت لفته لذيذه بخصوص البارود. ايه ليه وحده كنت عم تخرطش البارودة؟ ما هيدي مهمه. I don't understand. هلا ليك النية بعتت كانت طيبة، لكن النية صافية بدها تقويس. النية كانت صافية انه بس ما نفهم. بطلب من الاستاذ المنسق السيناريست والحوار بس يحاول يعطينا سينوبسس عن شو لانه عن جد كان في كتير كونتروفيرسي عن هيدا الاعلان تحديدا. انا ما فهمته شخصيا. اول شيء لما بنعمل فيديو هيك، لا 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 بعتقد حتى هن اللي عملوه ما فهم مين متوجه. ما هي اول شغله لما تعمل فيديو بدك تعرف الاودينس تبعك. اكزاكتلي هو ذا فك از ذا اودينس. هلا اوكي، لانه فيك تفتكر انه يا جماعه ايه انه السوشيال ميديا مثلا او الناس مش عم بتوقفوا هيك إيه؟ روقوا شوي، هول هلا العيد جاي. ليك هلا عم فكر انا دق لاصحاب اللي عملوا هذا الفيديو، بركي بدق لهم انه بركي هن فهمانين، ما بعرف، بركي البريف كان غلط يعني. ايه بحاول افهم منهم انا اكثر، ما بعرف. وبعتقد كمان في شغله صارت بعدين. نايلة تويني بعتقد، مش نايلة ولا ميشيل تويني، عملت مع رياض سلامة مقابلة مع رياض سلامة. This goes back to انت شو كنت عم تقولي. إذا عن جد لازم نعطي لبنان فرصة، وإذا نستعمل زيت المصطلحات، إذا عن جد لازم نستعمل نعطي لبنان فرصة، ما نعطي بقى هوا لهول الأشخاص. Give us a break. إحنا منطعميهم هوا أثبت من أنه نعطيهم هوا. إيه أكيد. ولو إذا بيأكلوا هوا بيكونوا أرحم من أنه نعطيهم. هلا ما بعرف إذا زركته أنا أنا محددت كل المقابلة، محددت كل المقابلة وشفت كم مقطع وقتها سألته رياض سلامة والمصريات. لا قال بالبنك. زلمة مختل صراحة، مكذب عليك، هو ذكي، هو كتير ذكي. إيه بس مختل نمبر 1 بانكر بكل العالم. إيه بس مختل
وانا انا فور مي مش لحاله. هلا اذا بدنا نجي نحكي الجد عليه لوم طبيعي عليه لوم اوف كورس، ما حيتراجع عن كلامه. ما في ما اروح مش ما في يتراجع عن كلامه خيبه. بتيجي واحد بتقول له ليك، يا بتقول مين اللي سرق البطيخة من البراد، بما انه جون بول بيحب بطيخ، يا بتقول له مين سرق البطيخة، يا بقتلك. شو بتعمل انت؟ ما فيك. طيب شو بتعمل؟ ما بتعطيها هو هذا الشخص، يعني you don't put him on air. هيدا في حال اذا انت عندك اير لبناني مش محذب، يعني تلفزيون قصدي لبناني مش محذب. انت بتعتذر انه النهار محذبين، بس بالنهار مثلهم زمان عم بيواكبوا او عم بيسندوا. انا مش عم بحكي على النهار، النهار صفقته هيدا السؤال وجاوب وحكي، بس انا عم بحكيك ان جنرال. رياض سلامي من شو طلع؟ طلع مني ومنك؟ طلع فيه ورا ناس وكامش ملفات على كل الناس، واكيد هو جزء معهم، ما بالنهاية هو مشارك بالجريمة. بس do you think هو فيه يحكي؟ حكي. شو حكي؟ حكي عن الناس. كذب بس انه حكي. ايه حكي كذب. عم بيستفزنا بس انه حكي حكي الصريح، حكي الشيء صراحة، قال مين وقال شو. ما في. انت بتعرف كم نايب وكم بيموت بسنتين وكم رئيس وزراء. وبرجع بقول لك انا مسؤولة عن كلامي، والشخص اللي هلأ عم يحضرني حيعرف انه انا قصدي عنه. كم رئيس وزراء عندهم ملفات بس ما بيقدروا يطلعوا يحكوا فيهم، او كم وزير عندهم ملفات بس ما بيطلعوا بيحكوا فيهم. اكتبي لي اسم هذا الشخص بس على الورقة كمان ما نشوف. بكتب لك ليش. لانه بالحرف الواحد بيقولوا لك بدكن رفيق حريري تاني. شو يعني رفيق الحريري تاني؟ شو قصدك؟ بيروحون بدكم اختيار تاني. بيروحون. لا انا ما اليوم اذا سوري اذا رياض سليمه وقفوا اوكي اليوم اذا توقف وبيفتح كل الملفات شو بيصير فيه؟ ما توقف. حيتوقف هو حيتوقف بالحلاوه حيحطوا له سنفيران. بس انا ما عم بحكي عن رياض سليمه، انا عم بحكي عن هول البلاتفورمز الميديا اللي بعضهم بيعطوا مجال لهول الاشخاص يكذبوا قدام الشعب اللبناني ويستفزوا كل الشعب. شيلك عن السوشيال ميديا. You can't do that anymore. شيلك عن السوشيال ميديا. في كتير ناس يا خي الكبار بالعمر والناس ما عندهم سوشيال ميديا. في عندك ميديا تلفزيونات كلياتها محزبه، ما فيك تقول لي لا، كلياتها محزبه. كل تلفزيون حتى التلفزيون يعني بيطلع ببهدل وبتلاقيه هاجم على فئه معينه بتلاقيه لاطي لمعينه ثانيه، كلياتها فئه محزبه او بيهاجمه وعنده سقف معين وما لازم يتخطى. exactly. إيه مغسل غنم ستايل. ما في شيء exactly. ما عندك في شيء اسمه transparency. ما عندك شيء اسمه شفافية. إنه بطلع بحكي اللي بدي. لا ما أنا موجود. وأنا أنا عشتها بالتلفزيون. unfortunately إحنا الميديا عنا بلبنان محزبة. ما فيك تطلع تحكي اللي بدك إيه. ما فيك تطلع تقول اللي بدك إيه. وإذا بدك تطلع تقول اللي بدك إيه بدهم يحسفوا لك إيه. فالحقيقة إيه أنا هيك صار في. شو صار فيك بالضبط؟ اللي صار فيه إنه أنا كان عندي اتفاق مع تلفزيون معين إني أطلع أحكي الطريقة اللي أنا بطلع بحكي فيها مع كل العالم. ما بينحذف شيء من الكونتنت تبعي، بحكي بالطريقة اللي بدي إياها، ما حدا بيقول لي كيف أحكي، وما بحترم حدا. أنا إجمالا ما بحترم حدا، بس أكيد بطريقتي. بطريقتك يعني ما بتسبي؟ لا ما بسب وما بتسمي. ما بسب بس وقحة وبلطش وما بسمي أكيد. بس اللي فيه مسلي تحت باطه بتنعره طبعا. فهذا كان الاتفاق. وصلنا على اول حلقه انحذف كونتنت، قلت اوكي ماشي معلش اول حلقه ويمكن بخاف ويمكن كذا. قطعنا كم حلقه وصلنا على حلقه كتير مهمه حذفوا اهم كونتنت كنت عم بحكي فيها عن البابا ابو طمز الشهير. انحذف الكونتنت. هلا هو الديل كيف كان؟ يعني قالوا لك انه انت حتجي على القناه وفيك تقولي اللي بدك اياه. بحكي اللي بدي اياه. ذاتس ماي ديل. انا بالنهايه عم بطلع لاني عم بقبض بدل مادي، لاني عم بقبض شيء واساسا ما بدي الشهره. قد ايه دفعوا لك؟ ما بتعزي. اوه مبالغ طائله بالدولار. شو؟ لا بس يستعدي يعني بدك احكي لك مبلغ صغير. اول شيء المبلغ اللي انعرض لي انا رفضته وتبرعت فيه. اوكي. مش ما بيعني لي هذا المبلغ اساسا، مش ما فيك ينحكى فيه. وانا من قبل قلت انا اي مبلغ بدي اكله بدي اخده من محطه فور ذس سيك اي دونت وانت.
والمبلغ اللي اندفع يعني شو بدي خبرك يعني، بس ولكن ممكن هذا المبلغ يعيل ناس معينة. بس إذا أنت عم تحكي هذا الشخص مجبورين يقاتشوا، أنا مش عم بدافع تبو لأنه ما لكن من أول الطريق ما مش هيك، لكن من أول الطريق ما كان لشو بعته وراكي أصلا، لشو بعته وراكي، لأنه بتعرف كتير منيح أنه بلبنان إذا بدك تحكي عن رئيس الجمهورية أو حيا لحدا ما لك حق. وانا هذا كانت البوينت تبعي انه انتم يا جماعه انتم عم تحكوا معي انا إيه؟ يعني انا شخص ما بخاف الا من اللي خلقه، ما في شيء بخوفني. تهددت بالقتل وباللي بدكم اياه وبالاغتصاب، هذا اهم شيء، هذا فرع العونية، هذا كثير مهمين فيه. بكل شيء تهددت فيه ما بخاف، اللي حط الروح هو اللي بيخدها نهايه الحديث. فانا هذا اللي قلته وصار اللي صار، فاكتشفت انه فعليا كل المحطات التلفزيون بلبنان كلياتها مسيسة، بتحط اللي بدكم اياه. وحتى صار مع عمين. شخص انا بحبه كتير وبسلم عليه من خلال سردي، اللي هو حسين كوك. Love that guy. كمان صار معه نفس الموضوع، انحسن كونتنت ودفنتلي بوجه لهم كتير تحية كبيرة. نفس الموضوع صار معهم. طب هيدي مشكلة اذا انت منك قادر توصل البوينت اللي انت بدك توصلها، خيب عليها. هني بس كمان العالم بتعرف طلعوا هني 3 حلقات. شو كان اسمه البرنامج؟ شو الوضع؟ وهو كان البرنامج من عرض بعدي بدوي. ولخبرك خبرية على فكرة، ليش إذا بتلاحظي شغلي، ليش التلفزيونات عم تلجأ للسوشيال ميديا؟ لأنه الأودينس تبعها هيز هيوج. يعني الأودينس اللي بيحضركم صراحة أكتر من اللي بيحضر الـ بي سي والنيو تي في والـ MTV. إن شاء الله. حسب. عم بحكيك جد، مش عم بمزح. مين الناس اللي هلا الفايرة فايرتها؟ هو أول شيء بأي نوع حرب بالعالم وأي نوع مشاكل بتصير بالعالم بيقول لك نقطش السوشيال ميديا. لانه هذا هو اللي كثير اكزاكتلي، هذا كثير كثير بياثر. فهني عم يلجؤوا لاشخاص مثلنا يحكوا، اشخاص يمكن ما بدها شيء بهذه الحياه غير انها تحكي الشيء اللي عندها اياه، ولكن انفورشنتلي مش عم نقدر نوصل الحقيقه مثل ما هي. الحقيقه اللي احنا بدنا نوصلها انه نحن عن جد تعبنا وقرفنا وبدنا نسلكم ونسبكم، لانه انتم مسحتوا الارض فيي وفيي وباهلي وفيكم وباخواتي وبولاد اخواتي وبولاد اصحابي وباصحابي وباهليهم. بتطلع هيك بتلاقي زلمه عمره 90 سنه. يعني أنا مرة حضرت فيديو عن جد، وأنتوا أكيد حضرتوه، لشخص عمره 90 سنة يا زلمة، رجال عليه القدر والقيمة ورجال كبير عمره. أنا كتير بينتقدوني أنه أنا بحكي أنه عم بحكي عن الكبار بالعمر، خصوصي وقت أنتقد رمز الأرزاب وأنجا أمطب. يعني عنا بلبنان جبل قوي. إيه لأنه ختيار. لا أنا ما عم بنتقد عمره. وأنا ما عم بنتقد ده هو عمره شو هو، لا بالعكس. بس أنا عم بنتقد إنه خي خلاص. أنا أكتر مخلوق بحترم الكبار بالعمر وبحبهم وبجلهم وبساعدهم وبقدرهم، لأنه اللي عطوه للحياة، اللي عطوه لنا ما حدا عطاه. بس أنت كبني آدم، أنت خي مانك شخص طبيعي قاعد بالبيت، أنت ماسك دولة. ولادك وين؟ مستعفر لما بتشوفي ولدك وين هيقولوا لك خلص صار وقت وقف كفاها زلمة. سوري مش عم بحكي من عندي، يعني إذا الناس مش عم تقدر تشوف، طلع مش عم طول بالموضوع، من جمعتين طلع على انترفيو على الجزيرة. يعني. زلمة منو هون وفرز وعندك حالة الألزهايمر، وطبيا عم بحكي مش عم بحكي شيء من عندي، خيفوتوا على جوجل اقروه. الزلمة بيعيش حالة بفترة معينة، عايش حالة بهديك الفترة. لا وتلت لما سألوه عن جورج الارداحي، تلت لانه كان عم يعملوا ريستارت، علق عنده المايكروسوفت، عمل له ابديت. بس بتعرف لما بتحطي شخص هالقد كبير بالعمر يستلم دوله ويحكي، في ناس كبار بالعمر مستلمين دول وعاملين منا من احلى الدول. العمر مش موضوع يا حبيبي، هي القدره التفكيريه. بالنهايه انا يمكن يصير عمري 100 سنه اقدر دلني عم فكر تمام، وشخص تاني عمره 60 سنة ما يقدر يفكر بالطريقة اللي يخي ربنا عطيك هذه القدرة. بس الديس بوينت ما بتشوفيه على الشاشة كأنه هيك تعذيب، انه خلص خدوه خليه ينام. طب ما بعرف، ما نام على الواقف الزلم. انا اول ما بشوف حدا بينام على الواقف، يعني طرقوا جول زلم متوفي. بس مشكلة عام عنده الزهايمرز، مش بس هو عنده الزهايمرز، سوري، في كمان اشخاص بينسوا عيد استقلال لبنان. هذا موضوع تاني. لا يا معين، لا يا حبيبي، هذا الموضوع اللي انت عم تتطرق له هذا موضوع تاني. هو الشخص اللي عم تحكي عنه القدير، هو كيف من حتى بيقول اسم، الاسماء معروفه بعرف شو ما بدي الاسماء معروفه
ميشيل عون حسن نصر الله. الشخص اللي عم تحكي عنه ما نسي عيد استقلال لبنان، بس هو كان عنده سببين، وسببين منطقية لحتى ما يذكر تاريخ. أول شغلة، first of all، تاريخ 43 ما بيعني له. هو ذكر 48 صح ولا لا؟ شو كان في ب 48؟ كان الصهيوني. صحيح. فتاريخ 43 استقلال لبنان ما بهمه، لأنه ما ببرر وجوده. استقلال لبنان ما ببرر وجود هذا البني آدم وهذا الحزب اللي معه. أما ب 48 صار في تبرير لوجود هذا الشخص. هلا صح غلط خلص صار عنده تبرير، مثل ما في تبرير لكتير مساعدات بتجي من برا، من تحرير القدس ل بواخر زيوت. فيول. انا ما خصني فيها، ما حاحكي فيها، بس انا عم حاول خبرك اكيد هو بيعرفها. وعندك الموضوع الثاني اللي ما تذكر فيه استقلال لبنان، انه هو بنظره فعليا وهو بيعرف داخليا ضمنيا انه لبنان ما تحرر لانه هن محتليننا. فالزلمة ما بيكذب لأنه هو الوعد الصادق بالنهاية. شو أنت عم تقولي؟ لكن الوضع ما كتير تحسن ولا تحسن؟ تحسن لا تحسن. لحظة، في فرق بين تحسن وبين تغير. تحسن الوضع وين يعني؟ بعد شو بعد؟ صار أنياك صار أنياك وأخرى وأنياك وأخرى. يعني مش معقول بسنة. شوفي بعد إذا المرضى إذا المرضى أنا في هلأ شخص مريض كانسر بده دواء، دواء مش موجود بلبنان. مرضى القلب ما عندهم أدوية. أنا كل يوم وحياة الله مش عم بمزح وبحاول وبقول لهم والله بحاول رد على كل الحالات. بيصلني حالات شي ببكي القلب تنقدر نساعد، تنقدر نساعد العالم. وينني؟ وين وزير الصحة يلي ما خلى كلمة بحمد حسن؟ عرفتوا حمد؟ تذكروا حمد حسن؟ أنا متذكره كثير منيح. هو رياب والهوارة وتقطيع الجد، تذكروا؟ كان في مقابله يطلع شخص يدله يسبه ويبهدله، يلي هو هلأ صار وزير الصحة. وين هو؟ وينه؟ ليه أقول لك إن كله يعني هو الأشخاص في منهم بنحترمهم كنا، وفجأة صاروا بالسلطة. أنا ما بحترم حدا. هل قد فيها مصاري؟ يعني بعتقد العزل الوحيد هو العالم بتروح بهالبوزيشن هو انه فيها كثير مصاري، والا شو بده يغير؟ باور. شو هي الباور يا خي؟ في ناس عندها حب السلطه، عندها حب السلطه. بدي اسالك سؤال، انت عم تحكي لي عن فيها كثير مصاري، حاعطيك اكزامبل كثير بسيط. ابو الطول نجيب مياتي. نعم. بعد بده مصاري؟ اذا بعد بده مصاري يعني بزياده هو خيو. يعني شو بدي اعمل؟ يعني اذا بدك تقلي بعد بده مصاري انا بقول لك يو نو وات، خلص اتس اوفر. حب السلطه مخيف. هلا في الاينمنت صار مش من زمان، صار في صوره اتخذت هو نجيب مئاتي بروما شايف البابا لاسباب معينه مع كل عائلته، وفجاه كمان صار في صوره سير اخذت من قبل حدا ما حدا بيعرف مين هو، بس انا ام very thorough investigator من الرياضة بيسي. بس مين هذا الشخص أقولك؟ يلي صوروا بروم وسائبت كان قاعد حده ما بعرف. مش أنا. ليك بحزن الموضوع وقت أنت تكون موجود ببلد واعد رواق عم تاخد glass of wine مرتاح على وضعك، وفجأة تلاقي سبب جزء، يمكن ما بدي اقول لك جزء نوف، جزء اجى مأخر. حرام اجى مأخر، مش اول مره بيجي كمان، بس مش اول مره بيجي. هيدا اكيد. أوكي. بس هو على طول بيجي مأخر. هذا الموضوع ما نحن ما نفوت فيه موضوع عائلي. ولكن تزعل قاعدين عم تضحكوا بوقت اللي نحن محروق ديننا. البابا طلبك نهار، رحت 4 أيام ليه؟ أخذت معك العيلة وسليلة ليه؟ مصرياتك حلال عليك، بس ما فيك تكون أنت قائد للبنان، ما فيك تكون قائد لطرابلس،
واللي أفقر مدينة بلبنان هي طرابلس. لا هلا كمان في عالم بتقول إنه هو المصريات وفي عمل بدهن اللي بده إياه فيهم. لكن ما تكون لكن ما تطلع تحكي بالمرأة المطلقة وتزرف دموع ولن أعيش في جلباب أبي. مين بيكتب السكريبت تبع هول الأشخاص؟ ليه كل الوقت بيجيب سيرة المرأة وليه كل الوقت بيحكيها كأنه she's an accessory؟ لأنه بلشوا يخافوا من المرأة. لأنه هيك بيفكر. لا لأنه بلشوا يخافوا من المرأة. عم بيحاولوا يرجعوا يحطموها إيه بس هيك بس ما حيمشي الحال معهم. He's very misogynistic. نحن المجتمع تبعنا مشان هيك بتشوفنا نحن يعني مثلا let's say أنا وميديا أوكي أنتوا اتنينتكم بسردي اللي مثبت أكتر شيء بتيجي على ميديا عرفت ما بتيجي عليك نفس الشيء أنا كلها كم ترتوشة إيه كم يعني شو البرسنتج عطول عندهم هذا المجتمع واللي زاد مع أنه نحن مفروض نحن مجتمع لبناني مجتمع متحضر مجتمع فهمان متحضر بين المزدوجين بين اكيد بين المزدوجين هلا صار يعطيك العافيه هلا صار بالعكس المجتمعات العربيه اللي احنا كنا اللي بيحكوا بيقولوا بالعكس صاروا متحضرين وصارت المراه هي وجه الثقافه وجه الابداع وجه السكسس اذا بدك وبعدنا من شوي كنا عم نحكي عن دور المراه بهذا المجتمع وبالاقتصاد من ضمنهم صديقتنا she's very successful من ضمن اختي اللي انا I'm proud of her اللي هي she's one of the first CEOs اللي موجوده بالميدل ايست بشركه publishing house من ضمن كثير ناس مراه حطت قيمتها وحطت المارك تبعها بهذا المجتمع عندنا بلبنان unfortunately المراه للاسف وسوري شوي الكلمه بدها تكون ثقيله هي سلعه بمعنى المراه وقتها بدها تطلع وتحكي رايها لازم تكون يا أما مكسورة يا أما ضعيفة يا أما ما عندها هيدي الباور وصلت لآخر المطاف 100% فهن عطول هلأ بذكرونا هن كنواب وكحكومة وشي بيطلع بيقلك المرأة بدها تغسل وشي بيقلك المرأة بدها تنظف البيت وشي بيقلك المرأة المطلقة المرأة المطلقة برافو عليها لأنه قدرت تاخد حقها من شخص ما كان عم بيقدرها لا عم تطلع فيه انت مطلقه انا مطلقه لا ما تعايروا الاشخاص بالمره المطلقه المره القويه يلي انا بيشبهوني انه نص رجال هيك اصلا لما المره بتكون قويه بيشبهوها للرجال انتوا بتشبهوني بهذا التشبيه لانه انا ارجل منك لوك اوف كورس وانا لي الشرف انا مش زعلانه بالعكس انا بتبسطني وقت تخبرني هيك تشبيه بس المره ما لانه واحد مثلك واحد عم بيشبهني بهذا التشبيه فشرت انه انا سميه رجال الرجال اللي بده يكون معي واكيد الله يخلي لي اياه يعني مما كان يكون بيكون الرجال مزبوط حتى يقدر يكون معي حتى يقدر يفهمني ونفس الشيء مع ميديا ونفس الشيء مع كتير بنات موجودين بس نحن عنا بهذا المجتمع بيطلع لك واحد سياسي او واحد بالسلطه بيصير اذا بده يفخد بشيء بصير يحكي عن المراه روح يا خيي وبس يطلع الناس ينتقدوا بيقول لك فهمتوني غلط دايما بس يا حبيبي شفت شو عمل جبران وين نحن شو عمل جبران بسيح شو هلا اخيرا ما قال وزير العمل انه لازم من هلا ورايح انه الفلسطينيه والناس يلي ما عندهم اوراق واولاد النسوان يعني يلي عندهم ام لبنانيه بس مش البي يعني ما عندهم جنسيه اليوم لهم حق يعني يشتغلوا بهيدي الوظيفه وظيفه يلي كانت ممنوع لك يا حبيبي إيجا جبران باسيل قال لا عم تاخده من ضرب مسيحية مثل العادة بدك تعلقي ايه. على شخص بتعلقي على كائن اسمه جبران باسيل لا أنا ما في أنا بس كرمال الأشخاص لا. اللي بلك ما بتعرف جبران باسيل كمان هو كأنه حدا ما بيعرف لما كان جبران لما باسيل كان لا لما كان بالسلطة هو كمان جنس سورية بنتميه لبشار الأسد كرمال يقدروا يتهربوا من العقوبات لأن فرضوا عليهم من وراء أمريكا إيه بس لأنه كان جاي مصاري طبعا إيه المرة اللبنانية ما رح تعطي مصاري هون ما جاي مصاري جبران باسيل كان يلبس البنطلون للرياه مع القميص الكارو معلش بدنا نروق شوي مستر بين يعني إيه وين هلأ فجأة صار ومن عرق جبين مين ما هذا يعني انا ما شايفي اسفل انا ما شايفي اسفل واحقر واوطى وشخص بلا شرف مثل هالكائن هذا مستحيل أي. يلي بيجي بيقول لك انا عملته وانا وهو اللي بشد عم شده يلي بيجي قارط لك الكهرباء 15 سنه يلي بيجي بيعمل لك سد ما بيعبي مي
للبانيو أنا بعبي عندي بعبي ماي بيوزع للعرب للعالم. أنا اللي ما بفهمه إنه خي الزلمة أوكي لما كان بالسلطة بركي كان له حق يحكي قد ما كان عم بيخرق حاله كل الوقت، بس هلا هو خارج السلطة هلا أكيد عنده عبينيشن الموضوع. إيه إنه عم مش عارف. ما أنا قلت له بالغنية قلت له الكرسي مش إلك يا حلو ولا حيشوفه يا خي، ما حدا بيطيقه يا زلمة. أقولك إيه. هلا ما بعرف ما حدا بيطيقه يا زلمة بالعالم كله، ما حدا له قلب يسلم عليه يا خي، في مشكلة معه عنده. مين أقولك بياخد الكرسي هلا؟ إن شاء الله الله بياخده ونخلص بقى من في عنا بتقول فرنجية صحيح. آخ لأنه عم بيحلمس للسورية وبركي سوريا ترجع تفوت بالدق. شو بدي خبرك؟ يا ريت ما فيها الكرسي. شو بدي خبرك؟ يا ريت هذا البلد عن جد نحن بيشيلونا بيحطونا ببلد تاني وبيسكروا بالشمع الأحمر ينقلونا هذه الأرز يحطونا بمحل تاني خيب ياخذونا بشي مول هون مثلا بدبي. عن جد عن جد تعبنا، عن جد عن جد تعبنا. ما في يكون بمول هلا يمكن انا ليك يمكن يمكن فرنجي ليك يمكن فرنجي انا بحبه شغله وحده وما بطيق سمالة جبران بس بس نو سيريسلي بتطلع هيك انه بس لا ما بعتقد هلا فرنجي بياخذها بتعرف لانه موضوع جورج رداح وكذا يا شوي هو قال انه انا هلا يعني بهذا الموقف اللي انا اخذته تنزلت عن كرسي الرئاسي. بدي افهم شو هذا الكرسي خيي، شو حاطين فيه؟ ما بعرف بيعملوا مساج يعني لا شكله ما بعرف بس ما بعرف ما بعرف انه مين بده يستلم هيك بلد، مين بده يساعد هيك بلد. بس لارجع لارجع لنقطه اللي هي كتير مهمه اللي هي نقطه انه الفلسطينيين او اولادهم. طب نحن بلبنان مع احترامي اكيد للبنانيه اخي في كتير وظايف عمل لبناني ما بيقبل يشتغل فيها، ما بيقبل يشتغل فيها، خلينا نكون صريحين ما بيشتغل فيها. طب ليه مين بتتركها؟ يعني بيوصفوا السورية او بيوصفوا فلسطينية او العالم اللي بركي بحاجة الناس بيشتغلوا اكتر بحاجة وبيشتغلوا ما عندهم هذا. طب انه كيف يعني؟ بس لانه ما جايين من وراه مصاري وملايين اكيد ما حيقبل فيها. مش معقول. واكيد بيطلع هو الشهم. شو خصه هيدا مش عم بفهمه. شو خصه يحكي اليوم من مثل ما قلت منه بالسلطة منه ليه زعيم. بيعتبر حاله زعيم، بيعتبر حاله زعيم على هالكم سوانفور اللي عنده أصلا بالطيار. ما في كتير ناس ما بيحبه مش هيك ما بيجي. طب خليهم يعملوا شيء إذا هالقد ما بيحبه حبيبتي. لا عم يعمل لك أهم ناس طيار عم يطلعوا. يعني أنا مين كان بيقول جوزيف أبو فاضل يطلع من الطيار؟ وأيده لرئيس الجمهورية. مين كان بيقول زين العمر يطلع من الطيار؟ في كتير ناس وفجأة بينقلبوا بيصيروا هدول الناس اللي كانوا من أشد المدافعين عن هالتيار وقت طلعوا وشافوا بيصيروا الناس ضدهم. يشوف النفاق وشوف شوف الكذب اللي موجود بهذا التيار الفظيع. طب أنا بدي أسأل سؤال خيي، بتحبني ما بتحبني هذا شيء بيرجع لك يعني بالنهاية. أنا لا بدي أتزوجك لو بدك زوجني يعني آخر هم مع قلبي ومش عم نام عم فكر فيك. بس أنت بلبنان عندك كهرباء؟ أنت بلبنان عندك طبابة؟ انت بلبنان عندك شغل؟ والله العظيم بعرف ناس بايطاليا من هيدا التيار هربانين من لبنان لما عندهم شغل وبعدهم مع التيار. ايه ده انا ليه اولد معه؟ ما بعرف ما بقى ما مرض يا خي مرض. بطل شيء له علاقه بالزعامه. انت اذا عندك زعيم ما عم بيأملك بتتركه. كم شخص من الاشرفيه او من مناطق مسيحيه او من مناطق غير او حتى من مناطق الاسلام طلعوا على بلدان لسه شخص من مناطق مسيحيه unfortunately احنا عم نحكي بهالطريقه لو مضطرين نحكي بهال لا هو المصطلحات اللي عم يستعملوها exactly. ونحن يعني طلع على دبي واشتغل بقلب دبي مع كم مسلم عاش بلد اسلامي محط مع كم مسلم عاش مع كم مسلم احترمه مع كم شخص بفوت على دائره معينه بدبي بيحترموه لا بيسالوا لا شو دينك ولا شو طايفتك. طيب خلصنا من هون. هيدا عم نحكي عن المسيحي. طلع الاسلامي على اوروبا هلا لكل قاعدة الشواذ برجع بقول لك بس نفس الشيء بتطلع لبرا. كم مسلم باوروبا عايش ومحترم ومعه جنسيه وعم بيحكموه وعم بيساعدوه؟ طب يا خي يعني انت هلا اذا عندك عقل بتكتشف انه الموضوع مش موضوع مسلم مسيحي، الموضوع موضوع زعيم الزباله يلي حط لي هذه الفكره. ما هن بيقولوا المسيحي بلبنان غير او المسلم بلبنان غير. ايه يعني هلا انا ما هن بيجربوا يبرروا تفكيرهم العنصري لانه عندهم مرض، لانه عندهم مرض مش طبيعي. انا كاماني انا برجع بقولها انا ما عرفت شو يعني اسلام وشو يعني حتى نحن عنا بالاسلام انا سنيه ولا كان صديقي شيعي ما كنت اعرف شو يعني
شو الفرق بين السني والشيعي غير من بعد ما توفى ما اختلوه لرفيق الحريري. هلا بتحبوه ما بتحبوه بتكرهوه ما بتكرهوه مش هذا موضوعي. انا عم بحكي من 2005 لحديت هلا كيان لبنان كله تغير. برجع بقول لك مش عم بحكي كسياسي، انا عم بحكي ككيان طائفي موجود. كان الحرب الأهلية موجوده وهي ما بحياتها وقفت. الحرب ال75 ما وقفت، هي ما خلصت، ما خلصت. نحن فكرناها خلصت، احنا هي بعدها موجوده. غيروا الأداة، انطفت in a way. في مين كان نيمها اذا بدك، بس من 2005 لحديت هلا طائفي اللي عم نشوفها unbelievable. بتيجي بتسأل واحد، انا اسمي اماني، ما بحيعرفه، ما حيعرفه اماني مسلمي ولا مسيحي، بدله عم يسألك انت من مين وبنت مين ومن وين لحتى يعرف انت شو. تذكري لما اجى الحريري بلش يبكي على الهواء، ما بلش يبكي ما ماتت فيه يبكي، حرام سحر. هلا عم حاول فتشار اذا بتعرف شي حدا عن جد عندي السي في تبعه. راح من ملياردير لمليونير وقال علنا انه انا معطر، وفي هذا الشخص بالرجي فوت علي ايموشنال. انت هلا بليز فوت علي ايموشنال، فوت ايموشنال يلا دانا بهالمقطع بليز. ايه بليز دانا من ما فوت علي فوت ميوزيك هلا اعطيني بليغ حمدي اذا بتريد. دانا الادت تبعي انا بتعقد، بنحب كثير دانا. اتس سيربل، في ناس عن جد، الناس ليكي على فكره هن عن جد بيفكروا بهذه الطريقه. الانسان يلي عايش عنده مليون وعنده تريليون اذا بيخسر 100,000 بيقول لك لا دمرت حياتي. هو ناسي انه في ناس عم تنام بلا اكل وبلا عشاء. في نجيب مئاتي بيطلع على التلفزيون 4 أيام من بعد ما صار رئيس حكومه بيقول انه هو بده يروح على المطعم. لا تعزى مسموح من داره من داره راح روما طلعت له طلعت له ما في ما في عيش مرتاح طلعت له انا كارما لا مش معقول كيف لأنه هن هيك لأنه هن يا حبيبتي هن هيك عايشين ونحن سامحين لهم هيك نعيش. صار الوقت إنه إحنا نفيق يا خيي، فيقوا يا جماعة والله العظيم فيقوا. شو عطوكن؟ ما عطوكن شيء، أخذوا لكم أخذوا لنا كل شيء. نعرف نحن عم نتعذب ونعرف الذل والقهر. بس كنت عم بحكي بشغلة قبل إنه ما في ثورة بتصير بيوم يومين. طلع بالتاريخ الثورة الفرنسية ولا ثورات العالم كلها ما بتصير بيوم يومين ولا حتى بسنة. بس كان في معارضة موحدة. Thank you. Thank you very much. كان الناس بدها شيء واحد. نحن المشكلة عندنا بلبنان يا خيي، استغفر الله العظيم، ربنا بطل بده ايانا لأنه ضاع. ما عارف شو كل واحد شو بده. من الشمال بده شيء، من صيدا بده شيء، واحد بيقول لك بدي ترين، يا خيي أي ترين؟ مشخيل أنت. في أولويات. You're right. في أولويات بالحياة، أولويات الحياة. أو أنا بالنسبة لي أولويات الحياة هن الطبابة. لك يا خيي أنا بي الله يرحمه وأمي وإخواتي وعائلتي وحتى أهلك وجدك وستك ما بدك يهون ينزلوا على باب المستشفيات يا زلمة. أولويات الحياة إنك إنك تعيش بكرامة بهذا البلد، خاصة إنه هلأ إنشورنس ما بيدفع. تخيل توصل لمرحلة أنت ما بيدفعوا بقى، مش ما بيدفعوا كمان هن يعني انشورنس كمان للشركات الكبيرة اللي بدهم يرجعوا يعمروا حالهم. الانشورنس كومبانيز ما حيقولوا لهم إذا رح يدفعوا حق إعادة إعمار الكومباني تبعيتهم إلا إذا بيعرفوا إنه تفجير أربع آب كان أثر دايركتلي أو إذا كان مش مفتعل. شو لا أنا ما كنت عم بحكي عن كان تيرورست أتاك أو كانت غلطة. يعني أنت فكر الانشورنس كومبانيز يعني كتير لا، بس الشخص إنه إذا بيرجع بيدفعوا له مصاري هذا الشيء، وإذا هو بده يرجع يأسس شركته من الأول ويرجع يزفت الطريق كرمال يبني هذا. طب ما نحن لما نوصل لهذه المرحلة بدنا نكون موحدين. لما نوصل لهذه المرحلة نعتمد على شركات الانشورنس بدنا نكون موحدين. طيب ليكون عنا ضمان، ليكون عنا أمان، ليكون عنا ما أطلع بالتلفزيون لقي شخص عمره 60 سنة عم يبكي حامل أكسجين بقلب السيارة عم يبكي ما قادر يتنفس يا زلمة. بس أموز العالم ما بعتقد لازم تفيق، في كتير منهم فاقوا بس بدهم البوش إلى حد أي ما. أي بوش أكثر من هيك؟ لا بوش، لا مش بوش إنه ما لاحظوا شو عم بيصير، لاحظوا بيعرفوا عم بدق الزل عبوابهم لك يا معين. بس بدهم ينتخبوا شخص مش إنه بيشبههم بس البوليسيز تبعوا له فيهم يأيدون. It's a normal thing. ما بعتقد لازم نقول العالم أنا فيه. أنا كأماني يسألوني أماني عندك أمل، بقول لهم أنا لو ما عندي أمل ما بكفي باللي أنا فيه definitely. ولكن بتمنى وبطلب وياريت
انه عن جد نحن من في نتوحد كلياتنا سوا. نسيلي اسمك عمر ولا احمد ولا محمد ولا ميشيل، نسيلي اذا انت صليب ولا هلال، نسيلي اذا انت كنيسه ولا جامع، خي نسيلي كل هدول القصص. فكر بس انه انت عندك كرامه بدك تعيش فيها، عيش بس بكرامتك يلي انت بتحلم انك تعيش فيها. يا خي فكر انه انت هالبي اللي ربيك واللي علمك واللي تابع لك باخر عمره اللي انت تاركه بلبنان وظاهر لبرا لتشتغل عم يتمسح بكرامته الارض. يا خي نسي كل شيء، انا ما بفين اسمع كلمه كرامه. انسي هيدا الشيء، انسي طلع بابنك يلي انت متت وضحيت وتدينت لحتى تعمل عرس لحتى مرتك تنبسط بحياتها وتجيبوا هيدا الولد يلي حلمتوا انكم تجيبوه، تيجي تحفظه بكيس النايلون. يا خي شو بدكم بعد اكثر من هيك؟ شو قال هيداك الوزير؟ شو هيدا شو كان اسمه الوزير يلي قال انه هو سافر كتير وما عليه انه بيستعمل قماش؟ هيدا وزير التيليتابيز اللي طلع عنا. انا فكره بشبه المينيونز تبعوه ديسكيبل شو اسمه؟ هو ديسكيبل مي، هي الفيلم اسمه ديسكيبل مي. انا هيدي الحكومه حكومه كليلة ودمنا يا خيي ما بعتبر عليها، عن جد ما بعتبر. عندك من وزير الطاقه يلي جقل اخو الديني شو بدك احكي يلي بيقضيها بسبورتينج، يلي بيقضيها بسبورتينج زلمه جقول يابا، وانه انا طلعت انه كيف بدي هذا. بس الزلمه بوجه له نداء انه البضاعه اللي بيتعطاها بس يعطيني اسمها لانه مش موجوده بالعالم. حتى بامستردام عم يطالبوا انه يعرفوا انه جوج بيتعاطى، مش طبيعي. جامع بين في لابوراتوريز عم بيقولوا اف انه ايه بليز، مثلا بتعرفي انت بامستردام في عندك الراد لبنانيز لا في هيدا الشيء له بس. اخو ديني من اول ما طلع لهلا ولي ما جاوب على ولا سؤال. مثلا من يومين سالوا المذيع قال له انت كنت حضرتك كنت عم تغني؟ انا عم غني. سألته المخلوقة طارت مراية سيارتك؟ فظيعة الفيديو. مراية؟ أمي شو كلسات عم تشم بوكسر جبران باسيل؟ شو عم تتعاطى خيي؟ أنا حبيت كيف حاطت صورته بالمكتب لجبران باسيل. لا بس هو ما نوعوني. I love it man. بس وزلمة بيعتمد على الطاقة الشمسية. شو دين إخوان لهدول الوزراء؟ بيجع بيطلع لك عنده وزير بيقلك بدك تغسل الفوطة وقت تحفظها، وهو كانت امه تلفه بالبرداي. شو في هيديك بتقول ما عليه اذا ما كسر واحد بيطلع كمان واحد بيطلع بيقول لك عندك واحد بيطلع بيقول لك عندك بدي استخدم الايبان اسمه ايبان هو هذا اللي بيستعملوه بالبنك ايبان. شو ايبان وزير تربيه؟ خي شو هالولاد بيطلع يتربوا من الوزاره؟ تخيل قال ايبان محل ايباد. تخيل بيطلع واحد بيقول لك نحن عملنا بطاقة تمويلية، ها؟ إيه نحن عملنا على فكرة بكرة بس نزل حيعطوكم بطاقة تمويلية بس ما حد تشتغل. ليش؟ ما فيها تمويل. بس يا حبيبي، بس يا ماما خلاص. من وين بيجيبون هول باي ذا واي؟ ما بعرف. من وين؟ يعني من تحت الأرض. هل يا ترى إنه سبب من أسباب إنك أنت تفوت على هالوزارة لازم تكون حمار؟ هل يا ترى لازم تكون غبي؟ هل يا ترى لازم يكون عبيط؟ ما بعرف. وبعدين عندك القشوة، عرفت كيف؟ الكايمك هذا بتركي بما أنه تركيا الليرة نازلة وكل اللبنانية هناك وحرقوا دينا لتركيا. بيطلع لك بأخبار المرأة المطلقة، وبيجي الجبل وبيجي الولد بيحكي لعند أمه وبيفت لك بأحاديث وقيس وليلى وعنتر وعبلة. شو فيه يا حبيبي؟ شو فيه؟ طب إذا بس بترجع بتطلع هيك، إذا بتلاقي رئيسنا المبجل الجبل هو أنجى أمطب بيخفى على الشاشة، طب شو فيك تعملي بهيك بلد؟ إذا نحن ما غيرنا مين بده يغير؟ مين بده يغير؟ إذا نحن ما بقينا إيد وحدة مين بده يغير؟ واللي قلته أنت كتير صح، نحن لازم نتوحد. بس نحن وهذا اللي برجع لحديثنا أول ما بلشنا السردي انه نحن مش موحدين. لازم يكون في منصه بتجيب كل الاحزاب التغييريه وبتسالهم الاسئله، لازم تنسال كل من الاشخاص يقدروا يطلعوا على الخيار وبس كل واحد ويطلعوا على الاعلام مش على السوشيال ميديا. بيطلع لك كل واحد من كل حزب بيقول لك انا الثوره الله يلا عندين اختلا خيه ما بدي اسميها بقى ثوره. شو رايك نحن نعمل هيك؟
شو؟ نستضيف عالم الأحزاب التغييرية. ايه أكيد، بس نحنا الريتش تبعنا مش مثل التلفزيونات. ما بعرف، فينا نسأل. لأنه مارسيل غانم كمان قال إنه هو الثورة. تذكري؟ شوفي مارسيل غانم. لا فك مارسيل غانم. نحنا. ولا ما تستبعد يجيبوا وزير إعلام. ما تستبعد. من بعد إرداحي. إيه فت عنده البروفايل. ما تستبعدي. لا بس سؤال جدي، إذا نحنا نستضيف عالم على سردة الأحزاب التغييرية وبنسألهم أسئلة، كل عالم على عم تسأل، what do you think؟ إيه أكيد. هلا أنا بدي أسأل سؤال، أنا كأماني لازم. بعيد عن أمونز، أنا كأماني شخص جاي من برا، بدي إجي أسألك إنه خي هاد، وهادي السؤال بينسأل، فينا نوثق بهدول الأشخاص؟ شو بدك تجاوبني؟ كيف بدك شو بدك تقلي؟ تبع الأحزاب التغييرية. بدك تعمل ريسيرش. Thank you. فأي بج everyone please يا خي طلعونا من جورة الزبالة اللي نحنا فيها. بليز حطوا هيدا الصندوق. في ناس بيجوا بيقولوا لك انه نحن شو اللي بياكد لنا انه صناديق الاقتراع مثل ما صار بنقابة الصيدلي اي ثينك، ولا نقابة السنان، ولا whatever. We have no other choice. ما عندنا حل تاني. لازم نحطهم بالامر الواقع ولازم نسالهم هول الاسئله. ما عندنا حل تاني. يعني اذا 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 ابو طمزي عنده امل انه بعد يجدد ولايته وربنا يرجع يجدد له، بكون نحن عندنا امل. زلم مشحر عن جد، خلص. أنا بطلب نداء، شو اسمه ولاده؟ مين؟ سيلفانا و لا شانتال وكلودين و ما بعرف ونسيت شو اسمه. إيشانكري أرجوكي بطلب منك إنه بليز حرام. ميراي ميراي حرام عن جد حرام. حطوه بالبيت وحياة، مش لأنه عمر، حطوه بالبيت. إذا مصرين يطلع على العلن حطوه بأوضة إزاز، حطوا كوين، نحنا منجي مسقط له كون هو بيحرك حاله. حرام يطلع بابليك للزلمة، ارحموه بآخر عمره وحطوه بالبيت. ولا العالم اللي بالبيت منشجعهم بعد ما بيكونوا عملوا الريسيرش، بعد ما بيكونوا شافوا هول الأحزاب التغييرية شو عم بيقدموا، يتركوا البيت ويروح على صناديق الاقتراع. بليز وما تخلوا حدا يقلكن مين تنتخبوا. ما تسألوني أنا في ناس بيسألوني يمكن لأنه بيحبوني أو يمكن لا، أنا الشخص الغلط اللي تسألوه. أنا مش الشخص الصح اللي تسألوه مين بدنا ننتخب. أنتوا قرروا، عملوا ريسيرش، شوفوا مين أنتوا بيناسبكم لتنتخبوه. لا أنا، لا معين، لا ميديا، ولا أي محطة بالحياة وبالعالم ممكن تقلكم مين تنتخبوه. قرروا أنتوا مين كنت تنتخبوه. ساعدونا لحتى نغير، ساعدونا لحتى بس نعيش بكرامة. يا خي الأرزي وحياة أمي الأرزي، أنا ما بعرف بدي شيلها. ما خلص، بكندا في أرز أكتر من عنا من لبنان. يعني عن جد ساعدونا، لأنه ما في شيء تاني حيساعدنا. ولا حدا هلأ من هدول الموجودين بهالأحزاب ولا أي حزب بيطلع يقولكم أنا بدي غير، تصدقوه يا خي. يعني ما عملوا شيء سلون 40 سنة مش عم يعملوا شيء. أرجوكم ما تصدقوا حدا سنة. وما حدا يجي يقلي اعطيهم فرصة لهالحكومة. اعطيناهم فرصة 30 و 40 سنة. بليز اعطوا لبنان فرصة. اعملوا معروف، انقذونا ارجوكم، رجعونا على هذا البلد. خلونا عن جد، خلونا وقت يرجع يطلع يقول لي بنسبح نص ساعة وبنطلع على السكيب ربع ساعة، انا خذني الى هذا المكان فلنفعل الذكريات. اريد ان ارى هذا الشخص اللي بينزل بيسبح بدون ما تنقطع سيارته من البنزين ويطلع يتزلج في نفس الوقت. طب بعتقد وصلنا لاخر البودكاست. عم تحكي عن لبنان اللي كان فينا نحن ننزل على البحر نرجع نعمل سكي ونرجع ننزل على البحر. أقولك فينا نرجع على لبنان اللي كيف كان من قبل؟ فينا نرجع إذا نحن بدنا نرجع لبنان. مين اللي عمله؟ لك يا عمي بكل بلدان العالم، أنا وأكيد أنتو زايرين ثلاثة أرباع بلدان العالم، من يوروب لأمريكا لما بعرف وين، وشايفين بلدان بتعقد، خضار ونهار وشجر ودني. بلدان شو اللي لبنان شو اللي بيميزه عن كل بلدان العالم؟ شعبه طيبته، الحب اللي موجود بقلبه، السهر، الكرم اللي فيه. بتنزل على لبنان عن جد، وقت تنزل انت على لبنان يا خي بتمشي بالطريق. نحن انا عندي بطرابلس، بدي بقوله طرابلس الفقيرة، بس والله العظيم القلب الموجود بطرابلس من اكرم قلب موجود. الناس بيكون ما معها تاكل، انت وماشي بالطريق بيعزموك على اكل هني ما معهم ياكلوا. اقول لك هذا لبنان اللي انت عم تحكي فيه رح نقدر نحن نشوفه؟ بدنا نرجعه بس حنقدر نشوفه. انا عايشه فيه
وحنشوفه إذا نحن منغير، لأنه هيدا لبنان اللي نحن منحلم فيه. لبنان مش بالشجر ومش بالبيوت ومش بالعمارات، لبنان بالناس اللي موجودة بقلبه، بطيبة قلبه، بكرمه، بالحب. أنت بتفوت وبتستقبل وبتضحك كل العالم، هيدا هو لبنان. خي هلكتونا، رحمتوا 40 سنة، 40 سنة فرقتونا، ما كفاها الله. أجيال ما كفاها الله. لك أي حدا عن جد، وبرجع بقوله وأنا قلت 100 مرة بهيدي السردي، بتحبوني ما بتحبوني، بتكرهوني ما بتكرهوني، انسوني. أنا ماني، أنا واحد من اللي موجود، وحدي من الموجودين بلبنان، واحد من هالأشخاص. لبنان مش علي، لبنان أنتو كلكن. يا خي خلصنا، والله العظيم خلصنا، وصلنا لمرحلة ما عاد فينا. أنا بدي أنزل على لبنان سلم على جورج وطوني وعلي وعيسى، أنا بدي أنزل على لبنان فوت على الضاحية أكل مشاوي، فوت على الأزاعي أكل مشاوي، بدي أنزل على طرابلس أكل كنافة وفول وحمص، وأطلع على صيدا وصور وبعلبك. خي بدي استريح على بعلبكية أنا. بلا حواجز. اشتقتي؟ اشتقتي على لبنان؟ كثير اشتقت. قدي صليك مش رايحة؟ 2 سنين. أي متى رح أرجع أنزل ما بعرف. بعد ما خبيت. بس عن جد، عن جد حرام. ليكي طلعي انت، حتى طلعي الارزي وين موجوده، عنكم انتم هون، طلعي الارزي وين موجوده. بكل بيت لبناني في ارزي موجوده بمحل معين، بقلبك، بمخك، بعقلك، رفيقه الوزير او النايب يلي انتم عم تصرخوا له، معه مصاري، اولاده عايشين برا، عم يشتغلوا وعم يدرسوا وعم يتحكموا. إذا فات، إذا مرض، هو أول واحد بيوصله العلاج. ولأنتوا اللي حاملين له صوره، ما معكم تاكله، بس فيقه. بس عنا كرامة، ندعست كرامتنا، نحن عنا صرامة، عنا أفتر تيست كرامة بعتقد. بس فهموا شغلي، بدي بس كل الناس تفهم إنه هن عم يغنوا نحن عم نفعل. مصبوط. بس مش أكتر من هيك. أمونز بعتقد كانت سردي رهيبة، كتير انبسطت أنا شفنيك لايف. حلوة مرة. حلوة شرفة. قلهم للعالم اني حلوة لهي. كتير حلوة. بتعدي أحلى من الشاشة. أحلى من الشاشة بكتير. وديك عن جد شكرا على السردة، و يعني عم بسمع حكيك وعم بسمع شو عم تقولي، خرجك بودكاست. إذا أنتوا بتكونوا اللي بيوجهوني أمردي. سمعتوا جايز. يس. أنا مسينج لحظة أنا مسينج مش حكي جرايد ولا نحن. I think you might see it soon, no? بعتقد في جمهور لك شيء. أكيد. 2022 هي آخر حلقة. Love you. هذا آخر حلقة. لا 2021. آخر حلقة معي؟ هي أكيد. Oh my God. كيف بدنا ننهي هالسنة الحلوة؟ I have no fucking idea. بس it looks good. مثل ما بيقولوا ختامها مسك. عم بحكي عن حالي. ده لحظة. Love you, Amunz. Thank you.